على الهوا اهو توقع اهو سبحان الله. يعني انا كنت لسه بتكلم وانا طبعا لا انا في المحله ولا انا حاجه، لكن هي انعكاسات جماهيريه سريعه جدا. وسبحان الله يمكن انا قلت اول مباراه بعد الهروب الكبير. يا نهار ابيض، يعني زي ما انت تقول يا كابتن وليد، فعلا فعلا فعلا. وبس هنا بقى كابتن بعد اذن حضرتك، انت صدقت وانا لم اصدق في احساسي، لان انا توقعت انه ان ما زال الحضري يعني عنده تاريخ كبير مع الجمهور. ما هو على قد التاريخ ده كابتن، يعني معلش احنا شفنا كل العصور في النادي الاهلي. انت ادرى طبعا. جه علينا يعني فتره كانت فتره عصيبه جدا، والنادي الاهلي كان كل النجوم مشيت من عنده، وكانت فتره عصيبه كنا بنخسر. الحمد لله والشكر لله، الاثنين الوحيدين اللي كان الجمهور ما يتعرض لهمش هادي خشبه ووليد صلاح الدين. ليه؟ عشان بيقدروا التاريخ الكبير، او بيقدروا الحب الكبير اللي حضرتك بتقول عليه. صحيح. هنا عصام الحضري، حتى لو النادي الاهلي كان حصل ايه وعصام الحضري بتاريخه ده، كان الجمهور بيشيله فوق دماغه، لكن هو دلوقتي بقد الحب ده فقده. فبالتالي دي جزئيه مهمه جدا. خطير. انا بس بعد اذن حضرتك اتمنى من حضرتك كمان ان انت تفتح ملف بعد كده غايه في الاهميه. ان النادي الاهلي اخطا في انه لما يكون نادر السيد موجود او امير موجود، كان لازم يكون فيه الجونين بياخدوا او الثلاثة بياخدوا. وانا سئلت عن الموضوع ده كابتن من سنتين، قلت ان نادي الزمالك كان عنده حقية في الموضوع ده، حتى لو في مشاكل عبد الواحد وعبد المنصف، لكن لو في حد فيهم وقع هلاقي التاني سليم وجاهز. مزبوط. ويقدر كمان ما يتعرضش لمواقف. امير بيلعب كل سنة مباراة، ده في التلاجة. نادر السيد قعد سنتين لعب مباراتين فقط. فيعني دي لازم يكون ليها بعد كده ملف. اتفق معاك يعني تماما. يعني اسمع الان، عايز اسمع الجمهور يقول ايه. سمعنا يا محمد. حضري جوتو هيل، حضري جوتو هيل، جوتو هيل، جوتو هيل. العب يا امير. حضري جوتو هيل، ده قلبوها انجليزي. حضري جوتو هيل. طبعا دي بكاميرا مودرن سبورت يا كابتن طه. حابين نهري للساده المشاهدين المتابعين امير في اول لحظات نزوله الى ارض الملعب بعد هروب عصام الحضري. والله يكون في عونه، الله يكون في عونه. اعتقد عنده يعني على فكره جميل المحله كمان بتناديله. هو طبعا يعني احنا يعني لا نعفي جهاز الكره في النادي الاهلي زي ما قال وليد، واتكلمنا على فكره دي كتير قوي هنا. لا نعفي جهاز النادي الاهلي من المسؤوليه. نعم. اللي حصل الان، لان ما حدث الان كان ممكن يحدث بشكل اخر. لا سمح الله يصاب عصام الحضر. هتعمل ايه؟ يبقى لازم الحارس الثاني يكون مستعد، كان بياخد برضه بيبقى مستعد. بالظبط. النهارده المشكله اللي وقع فيها النادي الاهلي مشكلتين. مشكله ان الحارس اللي موجود يمكن ما بيلعبش على طول. المشكله الثانيه من الناحيه العدديه. يعني النادي الاهلي الباب القيد اتقفل. نعم. وما عندوش غير هو حارس واحد فقط درجه اولى، وباقي الحارس